وعلشان تنسي الموضوع بتاع يجي البابا امتى ممكن يبقى منكد عليكي طول اليوم مش بتعرفيش تساليه يبقى بيحاولي تساليني انا زعلان منك وليكي عين تقولي لي جاي البابا امتى يا اختي روحي صلحي من نفسك الاول فده بقى خدي بالك منه وافضل اشك 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 واقعد على شك كل ده عشان اثبت له اني بحبه بس على فكره في 60 ده هي مش لازم اثبت له خالص دي الطريقه اللي هثبت له بيها ده عنده ماسوشيزم ما انت لو شايفاني راجل اصلا مش هتاخر عليا ما انا لو صاحبتك لالي سوسو كوكو ها اللي مستنياكي في البراند الفلاني عشان تنزلوا تجيبوا مش عارف ايه واخدين واخده بالك مش هتعملي معايا كده انما انت مش شايفاني راجل انا قران الشاي ايدي كده بوزي كده اصب الشاي يا كتاكيت يا حوالي